الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس خلاص نبدأ. طبعا أخذنا الكلام في هذا الباب وبينا ما فيه هذا العلم المهم جدا للإنسان أن يتعلمه، هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم. وصلنا إلى الكلام على كتاب التوحيد، قلنا كتاب مكتوب، والتوحيد من وحد الله جل في علاه هو يعني أشرف العلوم على الإطلاق. حد علم حاجة الناس لعلم التوحيد كحاجتهم للماء والهواء والطعام والشراب، هذه حياة الروح، لأنك ما خلقت إلا لهذا الأمر الجلل، وإن قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل وعلا. ما من شيء من حولك من شجر أو حجر من السماء أو الأرض من أي شيء إلا هو يوحد الله جل في علا. التوحيد تحيا به القلوب، التوحيد تحيا به القلوب، لأن الله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم ذكر توحيد الله جل في علا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: لا، ده هي أحسن الحسنات. قال: بل هي أفضل الحسنات، هي أعظم الحسنات. فبالتوحيد تحيا القلوب، وكلما امتلأ القلب توحيدا كلما كان الأمن والأمان وحسن الإيمان، وأيضا كلما ذاق طعم الإيمان الإنسان. ايضا من اهم يعني الامور التي يعني نقول بها بان التوحيد الناس والمكلف والمخلوق البشري اشد ما يكون حاجه اليه، انه اذا تطلع للرفعه فلا رفعه الا بتوحيد الله جل في علاه، واذا تطلع للعزه فالعزه لا تكون الا بتوحيد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وأيضا عندما قالوا لا يراجعن المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تعالى: ولله العزة والرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الغرض المقصود عز الإنسان بتوحيده لربه جل في علاه، وكلما كمل التوحيد في قلبه كلما كملت عزته ومكانته ورفعته وقدره ونبله. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبيت المقدس ليفتح بيت المقدس، وكانت النوبة أن يمشي والمولى يركب، ثم جاءت مخاضة فتأبط نعله ومشى حافيا، فنظر إليه يعني أبو عبيدة فقال: ما أحب أن القوم يرونك هكذا، نحن أتينا بك ليرون المهابة ويعطونك المفاتيح، مفاتيح بيت المقدس. فقال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله جل في علا. أيضا من حاجة الناس العظيمة للعلم التوحيد بأن الله جل في علا فرق الناس بسبب التوحيد إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وجعل الناس لهما العداوات أو الولاءات والبراءات كلها على مناط التوحيد. قال الله جل في علا: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. التوحيد فرق، وبراءة تام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى آخر الآيات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد موقوفا مرفوعا: أوثق على الإيمان أن تحب الله وتبغض في الله، ولا محبة إلا على محبة التوحيد. قال: كتاب التوحيد. والتوحيد من وحد الله جل في علاه، وتوحيد الله جل في علاه جاء تقسيمه في المتأخرين لا في المتقدمين، بأنه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. يعني هم قالوا أن ابن تيمية ابتدع هذا التقسيم، هو لو قال ابتدع يعني يقصد أنه أول من نطق به، نعم، لكن ابتدع هذه ليست بدعة، هذا تقسيم للتقريب، وليس فيها سمى التعبد حتى تقول أنها إيش بدعة، هذا تقسيم للتقريب. تقسيم كأن تقول مثلا بأن الجامعة الآن بتأخذ فيها السنة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الترم الأول فيه دراسة كذا، الترم الثاني فيه كذا، هذا تقسيم للتقريب. هذا التقسيم كما قال الفقهاء بأن للصلاة شروطا وأركانا وسننا وهيئات، فهذه للتقريب، تمثيل للتقريب، لذلك هذا التقسيم كان للتقريب. وقال بعضهم: هو توحيد المعرفة والإثبات، لأن المسألة مسألة اعتقادية محضة مع علم القلب، فقال توحيد المعرفة والإثبات. وقيل والثاني توحيد القصد الطالب، تقصد بتوحيدك الله جل في علاه، القصد أنت تطلب من الله جل في علاه، كالتوسل والدعاء والخوف والرقاء والرغبة والرهبة، هذا توحيد القصد الطلب.
وقيل بل هو توحيد، كل هذه تعريفات صحيحة، توحيد الله بأفعاله، إثبات الربوبية لله في توحيد الله بأفعاله، والثاني توحيد الله بإيش؟ بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، أو تقول هو توحيد الإلهية. طيب هذا بالنسبة لأنواع التوحيد. التوحيد الأول والحق أنه لابد أن تبتدئ بالأول، لأنك لا تعمل حتى تعتقد، لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه، تسني، مع أن التوحيد الإلهية هو أعظم التوحيد عند الله جل في علاه، وهو المقصود الأسمى، هو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس بفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن التوحيد الأول وتوحيد الأهم وتوحيد الربوبية لله جل في علاه، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو أن تعتقد اعتقادا جازما في قلبك بأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر المالك السيد الآمر المطاع الناهي سبحانه جل في علاه. هذه أمور لوازم الربوبية. يعني إذا قلنا الرب يبقى إذن هو إعطاء ومنع، إحياء وإماتة، فهذه من لوازم الربوبية، أن يحيي ويميت، أن يعطي ويمنع، أن يرفع ويخفض، أن يعطي أن يعز أن يذل، هذه من لوازم الربوبية. يبقى الربوبية إذا تعتقد أن الله تعالى هو الخالق، الله تعالى خلق كل شيء، ولا أرى أحدا قد استطاع أن يعني ينفي هذا، حتى الملاحدة لا يستطيعون نفي ذلك كما سنبين. الذين قالوا ما هي لحد الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أيضا لا يستطيعون إنكار الصانع والخالق سبحانه جل في علاه. لذلك الله تعالى ألزمهم، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا سماوات الأرض. وأيضا الذين قالوا يعني عرضوا في ربوبية، عرضوا في ربوبية الإعادة، عرضوا في الإعادة لا في الابتداء، لذلك أخذ العظم ونشره ثم فركه ثم قال له كما قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم. هو يعلم أن الله تعالى هو الخالق، لذلك قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم ينزل تحته وإيش يعني الشيء هذه نكر أيضا، فكل شيء ينزل تحت هذه الآية الله خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم ولا وما تعملون، وأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأعلم ما فيهن، كما قال الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأصل الربوبية الخلق، أصل الربوبية الخلق، وخلق الله تعالى بقوله قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقد خلق وبشر، وقد خلق الله الخلق بيديه، خلق بعد خلقه بيديه كإيش؟ آدم عليه السلام خلقه الله بيديه، كما قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن جنات عدن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه التي غرست كرامتهم بإيش؟ بيدي، غرست كرامتهم بيدي، وهذه بيدي الله جل في علاه. وباقي الخلق خلقهم الله بكن فكانوا، ليسوا كن لكن هم خلقوا بكن. إنما قولنا هو قول الله جل في علاه، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الخالق الرازق أو الخالق مالك الملك، مالك الملك حتى لا يزعم أحد أنه يملك شيئا، أنت نفسك التي بين جنبيك لا تملكها، لذلك لا يجوز فقهيا أن تتبرع بعضو من أعضائك، والأصل فيها أنا اعتقاد لأنك لا تملك شيئا، أنت بأكملك ملك لله جل في علاه، نفسك عارية عندك وبدنك عارية عندك، فلا تستطيع أن تتصرف في شيء أنت لا تملكه، الملك كله لله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه تبارك الذي بيده الملك كل الملك هو على كل شيء قدير. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أيضا في قول الله تعالى أن الله تعالى جل في علاه يملك كل شيء في الإنسان، يشكل علينا أنه قال الله جل في علاه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لام هنا لام التمليك، مع أن الملك كل الملك لله جل في علاه، قال تبارك الذي بيده الملك كل الملك، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم هو الملك هنا هي الحق بأنه أيضا ليس ملكا تاما عليه، لأن الله هو الذي يرث الأرض ومن عليها، فهو عارية عندك، يعني المال الذي تملكه بيدك هو ملك لك بالمقارنة بغيرك، يعني لو جاء زيد ينازع تقول هذا ملك، لكن بالنسبة جل في علاه هو أعطاك إياه عارية عندك وأنت مسؤول عنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أن تزول قدم أحد
حتى يسأل عن أربع وقال فيها المال كيف اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا الملك أيضا من اعتقاد الملك لله جل في علاه، كما قال الله تعالى قل مبادئ ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل ها ها أفلا تتقون. أفلا تتقون يعني إيش؟ يعني أمر بالعبادة بعد الاعتقاد. أنتم اعتقدتم أن مالك الملك وملكوت السماوات والأرض بيد من؟ بيد الله. إذن فعليكم العبادة له والذل له والخضوع له والرغبة والرهبة له. طيب خالق مالك رازق، الرزق كله بيد الله جل في علاه. ولذلك النفس تطمئن بعقيدة الربوبية. الإنسان إذا تكاملت عقيدة الربوبية في قلبه فهو نقول أنعم أهل الأرض إيمانا، وهو أعظم أهل الأرض مسارعة لعبادة الله جل في علاه. كلما استقام الاعتقاد كلما استقام الفعل، كلما استقام الاعتقاد كلما استقام الإيمان. لذلك أنت إن علمت بأن الرزق بيد الله جل في علاه لا يمكن أن تكون مائلا لغير الله جل في علاه، ولا قلبك يميل للأسباب بحال من الأحوال، ولا أن تتزلل لأحد بحال من الأحوال. الرزق كله بيد الله. قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه إيه لحق مثلما أنكم تنطقون. لذلك لما مر أعربي فوجد الرجل يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال فورب السماء والأرض، قال ما حمل الجبار على أن يقسم على شيء قد جزم به، ما قاله الله يكون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا، وأجملوا اتق الله وأجمل الطلب، هو مكتوب مقسوم لك سيأتيك، لا يمكن أن يذهب عنك بحال من الأحوال، لا سيما وأن الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لذلك في الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرزق يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. وشوف اطمئنان الإنسان إذا اطمأنت نفسه إلى العقيدة الصحيحة على ربوبية الله جل في علاه لا يعيش إلا آمنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب الغنى، طلب الغنى فقط لشيء واحد للتصدق، لما قال أبي موسى أو أبي الدرداء تمنى أن يكون له مثل جبل أحد ذهبا، لا للغنى ولا الثراء، لا، قال لا أبقي منه إلا 3 دراهم للدين، يعني أنفقه يمينا ويسارا، كما قال رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الماري قال أربعة الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال الحكمة والحكم وصلت حكمة المال فيصل فيه رحمة ويعرف لربه حقه، ورجل آتاه الله الحكمة لم يؤت المال فقال لئن آتاني الله جل في علاه مثل ما أتى فلان لأفعلن فيه مثل ما فعل فلان. هذه دلالة واضحة على إيش؟ على أنه بنيته ارتقى للفعل، وأنه يعلم بأن الله جل في علاه الرزق بأسره بيد من؟ بيد ربه جل في علاه. لذلك الحسن البصري كان يبيع البيع ويأخذ قوت اليوم ويمشي، وقالوا له استكثر يا رجل، قالوا لما استكثر؟ علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فإيش؟ فاطمأن قلبي. لذلك من الذي رزق النحل في على الأشجار ويقول الله جل في علاه وقد أوحى ربك للنحل أن تخذي من البيوت من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات. إذا الله جل في علاه هو الذي يدبر لك أمرك، هو الخالق الرازق المدبر، الخالق المالك الرازق المدبر، هو الذي يدبر شؤون الخلق. لما تتعنى؟ اجعل الله يدبر لك ولا تدبر لنفسك أبدا، ولو دبرت لنفسك فأنت إلى هلكة، وإن واكلك الله لنفسك فأنت إلى بوار وإلى خسارة، أنت لا تدري بعد ساعة بعد دقيقة ماذا يحدث ولا تستطيع أن تصل إلى هذا التدبير. الله يدبر لك لأنه يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، والله يدبر لك هو الذي يعلم ما يصلحك مما يفسدك. قال الله جل في علاه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. لذلك يقول الله تعالى كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود يرفع أقواما ويأخذ آخرين، يعطي أقواما ويعلم آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي الملك الأقوام ويأخذ الملك من آخرين. هذا لأن الله تعالى هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، فعله على كل شيء قدير وهو الحكيم العليم، فهو يدبر كل شيء دقيق وجليل صغير وكبير. لذلك ابن مسعود كان يقول ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وبين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، وبين الماء وبين السماء السابعة مسيرة 50,000 سنة، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. يصرف الكون سبحانه وتعالى في علاه، يدبر الأمر سبحانه وتعالى في علاه، فهو المدبر لكل شأن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي في قلبك هذه العقائد عندما قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع
ركعتين من غير الفريضة استخاره، ويقول اللهم إني استخيرك بعلمك ها وأستقدرك بقدرة فإنك تعلم ولا وأنت علام الغيوب. شوف انظر يا دبر لي أمري فأنت علام الغيوب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله أكمله أكمله ولا تكني إلى نفسي طرفا. يدبر الأمر تدبير. فالاعتقاد الاعتقاد السديد في الله فعلا أنه يرضى بما دبره الله له. ولذلك يقول ابن تيمية من سعادة المرء الكاملة بأن يتوكل على الله قبل الأمر، أو قال يستخير قبل الفعل ويرضى بقضاء الله جل وعلا بعد الفعل. ترك التدبير لربه جل في علاه وراضي بتدبير الله جل في علاه، والتدبير الذي دبره الله لك هو الخير، فهو مدبر كل شيء سبحانه جل في علاه، خالق مالك رازق مدبر، وأيضا هو السيد المطاع، هو السيد المطاع السيد الآمر النهي. لما نقول وضع يعني جاء في الحديث النهي عن هذا وضع ربك وأطعم ربك، مع أن في اللغة العرب أنها صحيحة صحيحة، يعني والرب هنا معناه إيش؟ معناه السيد، معناه السيد. كما قال يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، يقصد كنا عند من؟ عند سيدك عند الملك، صحيح ولا لا؟ فهو من معاني الربوبية السيد، والسيادة التامة المطلقة لله جل وعلا، والسيادة الذي كمل سؤدته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال على سعد بن معاذ عندما جاء على الخيل وداء ليفصل بين بني قريظة، قال انسلم قوموا إلى سيدكم فإيش فأجلسوه. فماذا قال عمر الخطاب؟ إنما السيد الله. شو عمر الخطاب قوي في الحق، ويقول لمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، هي المسألة جائزة إلا كما قلنا أن يقال أنه السيد ويرى في نفسه أنه قد تكملت في معاني السيادة. فقال إنما السيد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهم قالوا أنت سيدنا ابن سيدنا خيرنا ابن خير، فقال انظروا لما تقولون إنما السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ألا يستهوينكم الشيطان. فالسيادة التامة لله رفع، ومن السيادة الأمر والنهي، الأمر والنهي، أو قل حق التشريع. فالتشريع حق محض لله جل في علاه، تشريع حق، وهذه من لوازم الربوبية. ولذلك من نص نفسه مشارعا مع ربي قد قدح في إيش؟ في ربوبيته. التشريع حق محض لله جل في علاه من لوازم الربوبية. لذلك قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب. ولذلك الله جل قال وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش؟ فانتهوا. فالعبادات توقيفية، فاعبد الله مخلصا للدين ولا تعبد الله إلا بما أمر الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. يبقى إذن هو السيد الآمر الناهي المطاع سبحانه جل في علاه. هذه من لوازم الربوبية التي من استتمت عنده وتكملت عنده لازم الربوبية كان من أنعم أهل الأرض إيمانا، ومن أحسن أهل الأرض راحة، ومن أعبد أهل الأرض لله جل في علاه، ومن أذل أهل الأرض لله وأعز أهل الأرض بالله جل في علاه. هذا بالنسبة لتوحيد الربوبية أو المعرفة والصفات. توحيد الربوبية. التوحيد الثاني هو توحيد الإيش؟ الأسماء والصفات. هذا تكامل الإيمان في القلب، لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بعبادات القلب إلا بالتعمق وإتقان الأسماء والصفات، التعرف على الله وعلى حق المعرفة. فأن الإنسان إن أحب شيئا لابد أن يتعرف عليه، وإن أحب أحدا يسعى سعيا حثيثا إلى التعرف والتقرب إليه. فهنا من أحب الله جل في علاه لابد أن يتعرف عليه حق التعرف، لابد أن يتعرف على ربي حق التعرف، والتعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا. ولأن صفات الله جل في علاه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ثبوتية، صفات سلبية، صفات إيش؟ ثبوتية سلبية. صفات الثبوتية التي ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع السنة، كقول الله تعالى يد الله فوق يد الله فوق أيديهم، قول الله تعالى تجري بأعيننا، قول الله جل في علاه وإن الله لمع المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فهذه كلها صفات ثبتت بالكتاب أو السنة. والصفات السلبية صفات المنفية عن الله جل في علاه. قال الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات والأرض، هو الذي خلق ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا ما نافية. وقول الإنسان إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه الآخر. هذه الصفات السلبية. صفات الوسط صفات ثبوتية إيش؟ سلبية، تذكيرا للمنتهي وتأسيرا للمبتدئ. صفات ثبوتية سلبية بأنها لا لابد أن أنا ألمح شيء. إيش الفرق بين السلبية والثبوتية؟ ممتاز، لفض فوق البركة. هذه البركة في المجالس، لما أجلس في المدارس الكمال كل الكمال في الثبوتية، والنقص كل النقص في إيش؟
في السل... هي ليه ثبتت؟ لأنها كمال، كل كمال يثبت لله جل في علاه. وليه انتفت؟ انتفت لأنها نقص. لهذا أهم فارق جوهري، وهذا الذي أريد لأنقلكم إلى ثبوتية. إيش سلبي؟ يعني إيش بقى ثبوتية سلبية؟ ثبوتية سلبية كمال من وجه وإيش ونقص من وجه. عندما تكون كمالا نثبتها لله، وعندما تكون نقصا إيش ننفي عن الله. هذه بركة الدورات يا شيخ السابقة يعني. نعم، أما هو سيأتي بقى هنا الآن. الصفات الثبوتية والسلبية صفات المقابلة، مثل الكيد، مثل المكر، مثل إيش الاستهزاء، مثل الخيانة. أبدا الخيانة لا. شوف الله تعالى قال ويمكرون ويمكر الله، فجعل مكر الله مقابل مكره، هنا كمال. لذلك عمر بن الخطاب يقول أنا لست بالخب، أنا مش لئيم، اللئيم نقص، نقص في اللؤم، أعوذ بالله، هذه من صفات المنافقين. لكن قال ولا الخب يخدعني، يعني لو تلائم علي أعامله بإيش؟ بلؤمه، أرد كيده بكيد، وهذا كمال. ولذلك الكمال، كل كمال أن الله تعالى يكيد للكائدين الأهل الإيمان، فقال ويكيدون كيدا، ها وأكيد كيدا، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دم. لكن لما تكلم عن الخيانة قال فقد خانوا الله من قبل إيش فأمكن منهم، ما قال أنه خانهم أبدا، لأن الخيانة نقص من كل وجه. الغرض المقصود بأنها مسائل من الأهمية بمكان أن تتعرف على ربك بمثل هذا. وأيضا أسماء الله جل في علاه، وأن أسماء الله جل في علاه أسماء حسنى، كلها حسنى، وأن قول من سلم الله 99 اسما ليس حصرا لأسماء الله، بل أسماء الله كثيرة جدا، لأنه قال الله مني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو ها، فأن تجعل القرآن العظيم إلى آخر هذه الآيات. هذا النوع الأول من التوحيد، هو توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد الأول هذا، فإنه الشرك فيه كان في الأسماء والصفات، لكن الشرك في الربوبية ما كان موجودا، ما كان موجودا إلا نادرا من الجحود مع اليقين بوجوده، كإيش؟ كفعل فرعون. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه المعجزات والآيات التي تراها يا فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذا رجل النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، هذه المنازعة فقط في الربوبية. حتى المنوية الذين قالوا بأن للكون خالقين قالوا إيش؟ قالوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة، يبقى إذن انفراد، مفهوم؟ والأسماء والصفات حصل فيها الشرك، حصل فيها الشرك، فأنهم استقوا أسماء، اشتقوا أسماء لآلهتهم ولأصنامهم من أسماء الله، كما قالوا اللات من الله والعزة من العزيز، فهم يعني اشتقوا هذه الأسماء لأصنامهم، فهذا شرك في الأسماء والصفات، وهو إلحاد، كما قال الله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه. بالنسبة للتوحيد الثاني والقسم الثاني، وتوحيد القصد الطلب، القصد الطلب أو توحيد الله بأفعال العباد، هو توحيد الإيه؟ الإلهية، اللي هي أصل قول الإنسان في دخول الإسلام لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، إفراد العبادة لله في علاه، وهو المستحق لذلك من صلاة وصيام وصدقة ونسك، كلها تكون لله جل في علاه، كما قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ذلك قال اعبد فاعبد الله مخلصا له الدين. قال وما أرسلنا رسولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد الإلهية هو إفراد الله جل في علاه بالعبادة، صرف العبادة لله جل في علاه، إن ثبتت بالشرع أنها عبادة، إذ العبادات لا تثبت إلا بالشرع. ثم قال هذا بالنسبة، آسف، ده هذا بالنسبة للكلام على قول المصنف كتاب التوحيد. أقول إذا قلنا بأنواع التوحيد الثلاثة، هو نحن لابد نقول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد الطلبي، بينهما تضمن واستلزام. على تفصيله بيقول الأخ الكريم كما قال الأخ، تضمن واستلزام. طيب إيش بقى تضمن واستلزام؟ لو قلنا معرفة وإثبات وحدها وقصد طلب، قصد الطلبي، القصد الطلبي يتضمن المعرفة والإثبات. سجد لأنه يعلم بأنه لا يستحق أحد الذل له إلا الله جل في علاه، سجد لأنه يعتقد بأن الذي سجد له يدعوه سيستجيب له وسيثيب على هذا السجود، بل ويعاقبه لم يسجد. يبقى هنا تضمن إيه؟ تضمن العلم وتضمن الاعتقاد.
يبقى إذن توحيد الإلهية تضمن التوحيد القصد الطلب يتضمن توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات تستلزم، تعرفون إيش الفرق بين التضمن والاستلزام؟ ممتاز. أو التضمن هذا هو، هذا الكتاب يتضمن هذا المنديل، هذا التضمن. طيب هذا التضمن. استلزام الجر، يذهب ويجيء لا ينفك عنه. توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات تستلزم توحيد الإيش؟ توحيد ها توحيد الإلهية. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، أو قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى إذن قال لعلكم تتقون، يبقى الذي خلقكم ورزقكم لابد أن تتقوا. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا، توحيد الإلهية. طب ليه ما قال ربكم؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي، يبقى الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا وأمات هو الذي يستحق إيش؟ العبادة. العبادة. يبقى إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. قال المصنف: قال الله تعالى صدر الباب عندما قال كتاب التوحيد، فصدر الباب بآية التوحيد، وهذا بديع التصنيف. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بديع التصنيف، صدر الباب، قال أنا أتكلم عن التوحيد وأم التوحيد وأصل التوحيد هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأنه قال بالتفسير، قال هو كتاب التوحيد يعني كتاب العبادة، لأنه الأصل. الأصل لأنك لا تكون عابدا إلا بعد اعتقاد فتضمنها، فأتى بالمقصود الأسمى أولا، ثم أتى بالآية على التفسير، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كأنه يقول العبادة توحيد، والتوحيد أن تفرد العبادة لله جل في علاه. قال هذه المناسبة بين تصدير الآية ومع التبويب لما بوب، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه آية عظيمة جدا، قال في اختلف فيها المفسرون، والاختلافات في أهل التفسير تنصب في قول واحد، وهو أنه في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. وهذا قول ابن عباس: إلا ليوحدون، يعني يوحدوني بإيش؟ بأفعالهم. يعني يقصد بذلك توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. لذلك يعني بعضهم يقول: إلا أمرهم وأنهاهم. وهذه أيضا كقول الله تعالى: حسب الإنسان يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، كما قال الشافعي وغير الشافعي. يبقى إذن هو قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيها أولا هذه الآية العظيمة إثبات أهم المقامات عند الله جل وعلا، كأنه يقول: والحكمة من الخلق حكمة واحدة، حكمة جليلة عظيمة جسيمة، ألا هي العبادة لله جل في علا. فأولا إثبات الخلق لله جل في علا، فهنا إثبات الخلق لله كأنها النسق الذي نتكلم عنه، ابتدأ بالربوبية وانتهى إلى الإلهية. وما خلقت الجن والإنس، الخلق أثبت لنفسه الخلق، يبقى إذن الخالق هو المستحق للعبادة، الخالق هو المستحق للعبادة سبحانه وجل في علاه. فلذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. وذكر العبادة لأن مقامات العبادة هي أرقى المقامات عند الله جل في علاه. ما شرف عبد قط إلا بهذا التشريف العظيم، وهو تشريف العبادة لله جل في علاه. خير الناس عبدهم لله جل في علاه، وأعظم الناس عزا أذلهم لله جل وعلا بالعبادة. لذلك نقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مقام العبودية هذا مقام شريف منيف، شرف به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك تكرارا ومرارا، شرف به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر المواقف وأكثر المقامات، حتى في مقام الدعوة إلى الله جل في علاه قال: حينما يكون داعيا فهو من أعبد الناس لله جل في علاه. حينما يكون داعيا لله جل في علاه فهو من أعبد الناس. ليش؟ لأنه قد تعبد في نفسه وعلم ونشر ذلك بين الناس، وعبد العباد رب العباد. وهذه الوظيفة العظمى لكل الرسل الذين هم فوق الناس، أهم الوظائف أن يعبدوا الناس لرب العباد. لذلك قال الله تعالى: فلما قام عبد الله، عبد الله إضافة أو تشريف، عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإعجاز قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام التحدي وإعجاز الكفرة الفجر الذين يخالفون ربهم جل وعلا قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على
عابدين. لذلك كان أعبد أهل الأرض لا يعرف له ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترخص في بعض الرخص قالوا ما لنا، النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما وقال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه. هو أعبد أهل الأرض بأبي هو وأمي. إذن هذه الآية العظيمة تثبت لنا الحكمة من الخلق وأنه ما خلق الخلق إلا للتوحيد، والتوحيد يظهر ويتجلى في العبادات، العبادة لا تنفع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا جوامع تعريف العبادة ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. القرطبي وغير القرطبي يقولون في الأصل العبادة هو أصل التعبيد، طريق معبد يعني طريق مذلل، يعني طريق مذلل. فالعبادة هذه المادة مادة تذلل وخضوع واستكانة وانقياد. لذلك نقول هذه العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه لها ركنان عظيمان. أهم أركان العبادة غاية الحب، غاية الحب لله جل في علاه مع غاية الذل والانقياد والاستكانة والذل وتمام الاستسلام. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب. لا يكون عابدا قط إلا إن كان منقادا تمام الانقياد، لا يكون عابدا قط إلا إن كان خاضعا متذللا لربه لا يطغى. ولذلك أنت ترى الله تعالى يعني يسحب لقب العبادة أو وصف العبادة عن الطغاة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استغنى عن الله تعالى فلا يذل فلا يكون عابدا لله دل في علاه. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وركن العبادة الركين أو ركناها الأول غاية المحبة وغاية الذل. وهذه تتجلى في أننا نقول إذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نقول والعبادات تنقسم إلى ثلاث أو إلى أربع. عبادات قلبية وهي الأولى، لا تصد الباب إلا بالعبادات القلبية. لما؟ لأن الأساس المحرك الرئيس لكل الجوارح القلب. وكما قلنا إذا صح الاعتقاد صح العمل. عبادات قلبية، شوف هنا الآن القلب وما فيه من اعتقاد لابد أن يظهر ويتجلى عليه إيش؟ العمل. وإذا تجلى عليه العمل لابد أن يتجلى على الجوارح لزوما لا انفكاك. هذا استلزام لا انفكاك فيه بحال من الأحوال. فنقول عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات مالية. طالما قلت عبادات قلبية يبقى يستلزم العبادات الإيش؟ العلاقة بينهم هو الآن يستلزم العبادة البدنية. عبادات بدنية مالية، الثالثة مالية. عبادات بدنية مالية، إيه العلاقة بالأربعة مراتب هذه؟ عبادات قلبية، عبادات مالية، عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات بدنية مالية، إيه العلاقة بينهم؟ والحق هي علاقة الاستلزام، يعني لأن القلب يستلزم الجوارح. عبادات قلبية وأعظم العبادات القلبية أصلا المحبة. أعظم العبادات القلبية في ذلك المحبة، هي أساس كل شيء وأسه وركنه الركين. قال الله جل في علاه ومن يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم إيش يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يجري إني أحب فلان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة أصل الأصول، المحبة هي أصل الأصول، أصل أعمال القلوب. يبقى إذن الأعمال القلبية أصلها وأسها وأساسها وركنها الركين المحبة لله جل في علا. لذلك لابد أن يدرب المرء نفسه على محبة ربه جل في علا، ولابد أن يدعو الله ليل نهار بإلحاح على محبة الله جل في علا. إذا خلى القلب من محبة الله خلى الإيمان، خلى القلب من الإيمان. وإذا ضعفت المحبة في قلب الإنسان لا تجده عابدا للرحمن أبدا بحال من الأحوال. وكلما كان الضعف في قلبك كلما كان الوصل مقطوعا، لأن الله تعالى يعاملك بما تعامله به. كما قال بعض الحكماء النبلاء إن أردت أن تعرف كيف أنت عند الله فانظر كيف الله عندك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. إذا أردت أن تعلم كيف أنت عند الله
فانظر كيف الله عندك. إن كان الله هو كل شيء في حياتك، ما تعيش إلا له، ما تنام إلا له، ما تأكل إلا له، ما تشرب إلا له، يعني أنت واقف لربك جل في علا، إذن فهذه مكانتك عند ربك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. لذلك كان ابن مسعود يقول: إني لا أحتسب قومتي ونومتي لله جل في علا، ينام لله، يقوم لله. جاك ابن تيمية قالوا فيه: هذا عبد خلقه الله لله، خلقه الله لنفسه. وهذا تستحضر بها قول الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. فكيف كان حبك لله جل وعلا؟ كان حب الله، كان حب الله لك. فما زادت المحبة في قلبك لله إلا زادت محبة الله لك. ومحبة الله في قلبك لها علامات، كلما جاءت جنبات الهوى والمنازعات وقدمت الله على كل شيء، قدمك الله على كل شيء. هكذا كما قلنا: واصطنعتك لنفسي. فالمحبة هي المحرك الرئيس لكل العبادات، ومن ذلك الرغبة والرهبة والخشية والإنابة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه العبادات إن شاء الله استأتي الكلام فيها، لكن أنا أبين أن هذه العبادات القلبية، وعلمونا يقولون العبادات القلبية هي الركيزة، الأصل الأصيل في ذلك هي العبادات القلبية. لأن الإنسان لا يكون لا يرتقي، لا يرتفع، لا يغفر له، لا يدخل جنة من أول وهلة إلا بالعبادات القلبية. وأنا فصلت القول في ذلك في كتاب تجريد التوحيد، فالإخوة ترجع إليه. لو ضربت مثلا واحدا: مدار الاستفاء والاجتباء والارتفاع بمحبة القلب، بالأعمال القلبية. لذلك ابن مسعود قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها، طبعا أصلبها، فورد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره واصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها قلب أصحابه، فاصطفاهم لصحبة نبيه ونشر دعوته ونصر سنته. فالمسألة مدارها على القلوب، حتى دخول الجنة من أول وهلة هي على القلوب، حتى تكفير السيئات على القلوب. لما سقت المرأة البغي كلبا وأخلصت الله، أخلصت لله في هذا الفعل، تقاطرت المياه على جبال المعاصي فجعلتها كثيبا مهيلا. فالإخلاص عمل من أعمال القلوب. فإذا كلما كان عمل القلب أقوى، كلما ارتقى المرء منزلة أعلى عند ربه جل في علا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، العبادات القلبية. قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وعبادات مالية، عبادات أو عبادات بدنية. العبادات البدنية تنقسم على إيش؟ اللسان وعلى الجوارح. عبادات بدنية على اللسان وعلى الجوارح. أما على اللسان فلا يدخل السمع إلا بشهادتين، وهذا أمر مفروغ منه. وعبادات اللسان عبادات واجبة أو مستحبة. كل عبادة فيها أصل ومكمل، واجب ومستحب، مفهوم؟ طيب، كل عبادات اللسان هو أن تذكر الله جل في علاه، وإلا فكثرة حبك لله أو زيادة حبك لله علامتها كثرة ذكرك لله. كلما كنت ذاكرا أكثر، كلما كنت صادقا محبا أكثر لله جل في علا. إيش الدليل على ذلك؟ والله أنا ذكرت الآية وبينت الفهم منها. وين الآية؟ وين الدليل على أن كثرة ذكر الله دلالة على محبة الله في القلب؟ الله تعالى يقول: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله ذكرا كثيرا وذكر الله كثيرا. هذه الآية التي ندور حولها للاستنباط. أنا أتيتكم بالآية، استنبطوا، مش ده عمل طلبة العلم؟ ممتاز، أدي أول الطريقة، أول الخيط جاء. عمر استيقظ، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وإن اتخذت رسول الله أسوة كنومك قيامك شرب. أنس بن مالك يقول: ما كنت أحب الدباء، ولما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحفة أحببت الدباء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الطعام فصرخت المرأة: يا رسول الله انتبه في الطعام بصر، مع أنه مطبوخ. قال: يعني أميتوه بالطبخ صحيح ولا لا؟ والمطبوخ ليس كغيري، لأنه ليست من الشجرة الخبيثة، ومع ذلك كف عن الأكل. فأبو أيوب كف، قال: لما تكف؟ إني أنادي من لا تنادي. فلم يأكل طعاما فيه بصل قط ائتساء بمن
يتساءل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين بال النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب في المكان الذي ذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتساءل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء اليمني قال له القصة مشهورة جدا وكررتها كثيرا, واليمني يقول له أرأيت التزاحم ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف؟ قال كان يقبل الحجر الأسود. قال رأيت الزحام زحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر وأنا سأقبل الحجر. قال رأيت أن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر وأنا سأقبل الحجر. قال رأيت أن قاتلني الناس؟ قال يا يمني اجعل رأيت خلف الكوكب, أنا رأيت رسول الله يقبل فسأقبل. أسوة حسنة, دلالة على المحبة. ولذلك الله تعالى قال قل, هنا الآية تأتي بقى هنا, قل إن كنتم تحبون الله فعلامة ذلك إيش؟ فاتبعون. يبقى هنا الاتباع المحبة. يبقى إذن نقول هنا أشد الناس أسوة بالرسول وأكثر الناس أو أعظم الناس اتباعا للنبي وأعظم الناس محبة لله أكثرهم ذكرا, لأنه قد ذكر الله كثيرا ووفق للذكر الكثير بالائتساء وبالمحبة, أو قل الذكر الكثير أورثه المحبة. لذلك الإنسان كان أكثر الناس ذكرا لله جل في علاء, وكان يستغفر الله جل في علاء في اليوم 100 مرة. ولتعلم كثرة ذكر الله من النبي كان علي يقول كان سلم يذكر ربه على كل أحواله, وكان يقرأ القرآن, يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة. وعائشة كانت تقول كان يذكر الله على كل أحيان, وكان إذا خرج من الخلاء يقول استغفر الله استغفر الله, وكان يقول إنه لا إيش لا 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 يغان على قلبي فأستغفر الله. ليش؟ لأنه وجد أن اللسان قد كف عن الذكر مع أن القلب حي بالذكر. كثرة الذكر تدل على كثرة المحبة, تدل على الإساء يدل على كثرة المحبة, يدل على المكان عند الله جل في علاه. لذلك كان الإنسان يقول أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وإيه والماء البارد. لذلك كان كثرة الذكر, اجعل لسانك رطبا بذكر الله يورث المحبة, اجعل لسانك رطبا بذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن من ذكر الله ذكره الله جل في علاه. هذه فوائد عظيمة جدا, أنك كلما ذكرت ربك جل في علاه كلما ذكرك, وإن ذكرك الله جل في علاه ذكرك بالمحبة. إذن عبادات قولية اللي هي العبادات البدنية, عبادات قولية وعبادات الجوارح. عبادات الجوارح الصلاة, أقم الصلاة لذكري, والصوم كتب عليكم صيامكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, والحج أيضا, الحج يدخل فيه العبادات المالية البدنية. العبادات المالية أيضا أصل ومكمل فرض ونافلة هي الزكاة, أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك فقل بأن الله فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذه الصدقة قلنا إما صدقة مفروضة وهي الزكاة, أو صدقة النافلة تقول النار بالله بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين عند طلوع كل شمس يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والعبادات الثانية عبادات الإيش؟ البدنية المالية, هي عبادات بدنية مالية جمعت بين الاثنين, وهي الحج. الحج فيها المال وفيها العبادات البدنية. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. الفوائد المستنبطة من هذه الآية العظيمة التي صدر بها الباب المصنف, أولا أسلوب الحصر. أسلوب الحصري ما وإلا أسلوب حصر وقصر. قال وما خلقت الجن والإنس إلا, ما وإلا يعني الحكمة من الخلق شيء واحد فقط هو العبادة. يبقى أنت أصلا يا ابن آدم خلقك الله إيه؟ لعبا, فالعب كيفما شئت وأعطي ربك الفضل من الوقت. صحيح؟ حاشا لله. يا ابن آدم خلقك الله إيش؟ عابدا, فلا تعطي لربك الفضل, قدم ربك في كل شيء والفضل بقى للمباح لغير. لكن الأصل أن تقدم الله الأصل. ولو كنت في عمل وقال لك العمل عبادة قل نعم, العمل عبادة بعد إيه؟ بعد العبادة نعم, لكن لا يكون العمل عبادة بأن أترك العبادة أبدا, لأن أنا ما خلقت إلا العبادة. صوب حصر وقصر, ما خلقتك أبدا إلا لهذا, ما خلقك الله إلا عابدا, هذه وظيفتك العظمى. لذلك لما يقول لمشاكل أسرية, والثاني يقول للطعام والشراب, والثالث يقول لك المرأة التي اختلعت لا, شغلك الشاغل أولا الله, وبعد ذلك يأتي ما بعده
لكن الله يقدم. اللهم اجعلنا نقدمك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. الفائدة الثانية، الجن مكلفون، الجن مكلفون يحاسبون، ولهم جنة ولهم نار. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس. الآن ضع يدك على الإنس، وما خلقت الجن إلا ليعبدون. لو قراءة تفسيرية يعني عشان نبين، وما خلقت الجن إلا ليعبدون، يبقى إذن جن خلقهم الله والإيش للعباد. والدلالة على ذلك وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم أكملوا منذرين. يبقى في نذارة وبشارة الآن، يتعبدون الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم في حديث حسنه بعض العلماء، قال ما لي أرى الجن أحسن مردودا منكم، عندما كان يقرأ عليهم قول الله جل في علاه فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ما من شيء من نعمك نكذب فلك الحمد والشكر ربنا، قال هم أحسن منكم مردودا عندما يسمعون مثل هذه الآية. وأيضا قال ابن مسعود تعالى أريك نار، نار الجن، وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم. لذلك فهو الخلاف عند العلماء هل لهم رسل خاصة أم لا، هل للجن رسل خاصة أم لا. والحق أنهم ليس لهم رسل، هم لهم يعني لهم منذرون ينذرونهم بتعليم الرسل البشريين. طبعا الآية ليست فاصلة لكن الأدلة عندنا كثيرة. قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. لا. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا رسل منكم. فقالوا استدل بعضهم بهذه الآية رسل من الجن، وأن الجن فيهم رسل يبعثون عليه، وهذا ليس بصحيح. هو رسل منكم يعني يعملون عمل الرسل، يعني منذرون، طيب، ويكونون تبعا للرسل، للرسول البشري، يكونون تبعا لإيش؟ للرسول البشري. فما في الجن ليس فيهم رسل. الرسل قال الله جل في علاه إن الله يصطفي من الملائكة رسلا وإيه ومن الناس، الناس على البشر لا يدخل فيه الجن، لا يدخل فيه الجن، مفهوم؟ يبقى إذن الجن لهم منذرون لكن ليس لهم أنبياء، لكنهم مكلفون. حاضر، لكنهم مكلفون، منهم المؤمن ومنهم الفاسق، كما قال ومنا قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وفي الآية الأخرى قال أن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، فثواب وعقاب. الجن مكلفون. لذلك من ثمية لما ذهب إلى امرأة كانت مصروعة وصرعها جني فقال له اخرج، قال ولما؟ قال اخرج أنت تظلمه، فقال لا أخرج. ثم شدد عليه ابن ثمية في القراءة فقال إذن سأخرج كرامة لك، قال لا، أراد أن يفتنه في ديني، قال لا تخرج لأنك ظالم. يبقى الظلم هو ده تكليف، إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. فالجن مكلفون. طب الجن هل يعني يدخلون الجنة في الآخرة أو لا يدخلون الجنة؟ الحق أنهم يدخلون الجنة في الآخرة، يدخلون الجنة. يتمتعون أو لا يتمتعون؟ يتمتعون. الله تعالى قال أعددت لعبادي الصالحين، يدخل فيه الجميع من الجن والإنس. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا أنت ترى أنهم يجامعون في قول الله تعالى ما يطمسهن، لا أنا بس أريد الآية، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فإذا الجن لهم كما قلنا النعيم في الآخرة وهم مكلفون. هذه الفائدة الثانية. نعم، عند حضرتك شيء؟ وهم العلماء قالوا ذلك، يعني قالوا بالآية التي تستدلون بها احنا نقول عائدة على الإنس فقط لا على الجن. نعم، قالوا ذلك مع القراءة المحتفى. الفائدة التي تلي هذا الحكمة من الخلق، الحكمة من الخلق. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللام هنا لم إيش تعليل العلة التي من أجلها خلق الله الخلق العبادة. هنا نقول كل الناس عبدوا الله جل في علاه، كل واحد بهيئته يعبد الله كما قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح إيه بحمده. صحيح، نائمون كل الخلق عبدوا، هم خلقوا العبادة عبدوا
هناك من عبد وهناك من ايش؟ من تخلف عن العباده. يبقى هذه لا يمكن ان تكون حكمه ايه؟ كونيه. هذه حكمه شرعيه. الحكمه هنا حكمه ايش؟ حكمه شرعيه. حكمه شرعيه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حكمه شرعيه. والحكمه الشرعيه ضابطها انها خاصه فيما يحبه الله جل وعلا. يبقى الذي خلقك الله له محبوب لله، اللي هي ايه؟ العباده. يا اخي تقرب الى الله بما يحب، سترى ما يعجبك وترى ما تحب وفوق ما تحب وتؤمل. بس قدم لله ما يحب، والله غني عن ذلك، لان هذا سيفيدك انت. فاذا الحكمه الشرعيه خاصه فيما يحبه الله جل وعلا، وهي قد تقع وقد لا تقع، وهي مطبقه هنا الان. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعباده اكمله اسم جامع لكل ها ما يحبه الله. يبقى فيما يحب الله جل وعلا، وقد تقع وقد لا تقع. اكثر من في الارض على ضلال. هذا ليس من عنديات نفسي عشان ما اخدش ضلل البشر، لا، ده الله تعالى قال وان تطع اكثر من في الارض ها يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الا وهم مشركون. إذن الحكمة هنا حكمة شرعية، لأنها قد تقع وقد لا تقع، وقد وقعت في القليل. والكثير قد عزفوا عن عبادة الله، والكثير قد ألحدوا، والكثير قد عاندوا ربهم جل في علا وكفروا وتجبروا وفسقوا. كلام مفهوم؟ طيب. وأما الحكمة الأخرى هي الحكمة الكونية. الحكمة الكونية هي التي ضابطها كما قال علماؤنا، ضابطها أنها فيما يحب وفيما لا يحب. فيما يحب وفيما لا يحب. وهي لا ترد، لابد أن تقع. كون، يبقى إذا كون الله شيئا فلا راد لقضائه. أتى أمر الله فلا تستعجل. انتهى الأمر. فالحكمة الكونية هي التي لا ترد بحال من الأحوال. وهذه كقول الله جل في علاه أنه قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. وتلك الأيام نداولها بين الناس. والله تعالى من الحكم الكونية عظيمة جدا. هي تقع نعم، ووراءها ما وراءها من الحكم، كما قال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء، وقال ليميز الله الخبيثة من الطيب. فهنا الفتن وإن كانت مؤلمة هي حكمة، لكن حكمة كونية ولها وراءها ما وراءها. يعني الفتن التي تعصف وتستك هذه الله تعالى يقدرها على العباد، مع أن فيها ما فيها من البلاء العظيم للغربلة، ليميز الله الخبيث من الطيب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آخر هذه الفوائد هي كما قلنا فائدة الحكمة من الخلق، وهي الحكمة الشرعية، والحكمة إما شرعية إما كونية. وإن شاء الله للحديث بقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير. مسيرة 50,000 سنة في السماوات فقط، الدليل جاء في السماوات، لا أعرف عن الأرض. جزاك الله خير. آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، هم قالوا أسماء الحيوانات، أسماء الأشجار، أسماء الأنهار، بعض المفسرين قال ذلك. لا، مش أسمينا. أحسن الله. من السنة الإكثار من الصلاة عليه وسلم ليلة الجمعة، من الجمعة قال عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلع فيه الشمس، أكثروا من الصلاة علي فيه، صلى الله عليه وسلم. وقال من صلى علي ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. الحديث من كان فيه كلام لكن المعنى صحيح. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم ورزاكم الله عنا خير الرزاء، إنا نحبكم في الله سبحانه.